الخير من داخل كنيسة بابا كرولوس بالكوش، معاكم أمير عيد زيك مبسيموس والقمص مكاريوس القمص من تياس كاهن كنائس الكوش، مع أحد الكنوز كل أحد لي وعظة حلوة وعظة جميلة. النهاردة أحد الكنوز أول أحد في الصوم هيكون معنا أبونا مكاريوس، هيقولنا تأمل بسيط عن أحد الكنوز يعني في خلال بعض الدقائق. تفضل يا بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركاته من الان وللابد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. بدانا الصوم المقدس الصوم الكبير. الحقيقه الكنيسه وضعت لنا في اول الصوم صوم هذا الاسبوع قالت كده عليه ان هو ده الاسبوع الاول احد الكنوز او احد الاستعداد. عارفين كده في طقس كنيستنا انه الاسبوع بيبدأ من يوم الاثنين وبينتهي الاحد. فالنهاردة كده احنا الاحد الاول من احد الصوم الكبير احد الكنوز، وبكرة ان شاء الله هيبقى يوم الاثنين ده اليوم الاثنين من الاسبوع الثاني من الصوم الكبير، وبكده يبقى الاسبوع بيبدأ يوم الاثنين وينتهي الاحد. احنا النهاردة في احد الكنوز المسيح النهاردة بيتكلم على إنجيل ماري على لسان ماري معلمنا متى، بيقول كده لا تكنز لكم كنوزا. والحقيقة لو تأملنا كده وشفنا الكنوز فربنا كان عاوز يكلمنا النهاردة انه ازاي الانسان يستعد بقلبه، ازاي انه الحاجة اللي في ايدك ده هو الكنز، حياتك ده كنز، صحتك ده كنز، اسرتك ده كنز، ازاي تستفيد منها. مش لازم الكنوز تكون مادية، ولكن في اسرة، في صحة، في اولاد، تقدر في أسرة، في بيت، في فلوس، ده كله اللي في إيدك، كل حاجة ما تمتد إليه إيديك ده كنز. عشان كده المسيح النهاردة قال كده لا تكنزوا لكم كنوز. الكنوز اللي في حياتنا ربنا عايزك تتاجر وتربح بيها. الكنوز اتكلم عنها في إنجيل مريم معلمنا لوقا، واللي بيصلي منكم الخدمة الثالثة إنجيل القديس مريم معلمنا لوقا في الخدمة الثالثة في صلاة نصف الليل يقول كده لا تخف أيها القطيعة الصغيرة أن أباكم قد سر أن يعطيكم ملكوت. بيعوا امتعتكم واصنعوا لكم صدقة، تعطوا صدق واصنع لكم أكياسا لا تبنى وكنزا لا يفنى، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم. ده النقطة اللي اتكلم فيها برضو ماري معلمنا لوقا البشير عن الكنز. فالكنز ده هو اللي حياتنا. عشان كده عاوزين نسأل نفسنا الكنز اللي معنا ده كنز في نوعين، مادي وروحي. مادي صحة، أولاد، حياة، فلوس، ده لربنا. والروحي ده اللي انت هتستخدم فيه الحاجة المادية دي لمجد اسم ربنا. يعني لو انت عاوز تعيش فعلا حياة الكنز، حياة مقدسة، حياة الكنز الروحي مش المادي بس، لا ده الروحي اللي ربنا قصد يتكلم فيه، انك انت تستخدم بيتك، أسرتك، صحتك لمجد ربنا. ده اللي ربنا طالبه مننا النهاردة، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم. ده اللي ربنا بيتكلم عنه، ده اللي ربنا مطلوب منا، انك انت تكون لك كنز حقيقي. زي ما بقول كده افرحوا ان اسماءكم قد كتبت في السماوات. كتبت ليه في السماوات؟ لأنه الكنز اللي على الارض قدرت انت تتاجر وتربح فيه، قدرت توظف صحتك لزيارة مريض، اسرتك انك تخدم في الكنيسة وتبقى خادم، فلوسك انك تدي عشور لربنا. ده الكنز، ده الوكيل الأمين اللي تاجل وربح. عشان كده يقول له نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أنا أذى أقيمك على الكثير. الكثير اللي هو مع ربنا، الكثير الحياة الأبدية المقدسة اللي مع ربنا. لو إنسان عاش في العالم زي ما قال كده ماري معلمنا بولس لا تشكلوا أهل هذا الظهر، لا تشكلوا أهل هذا الظهر. ده اللي مطلوب مننا، نحن نتغير عن العالم، العالم يمضي وشهوته معه، أما من يسقط فهو مع الله. الإنسان هو اللي هيبقى مع ربنا، ده اللي هينول الحياة الأبدية. إحنا في مرحلة على الأرض، مرحلة مؤقتة، مرحلة صغيرة جدا مهما طالت سنينها، ولكن هي وقتية ملهاش فايدة على الأرض، لكن الفايدة والحياة الأبدية هي في السماوات. ربنا قادر يدينا في حياة الكنز وفي أحد الكنوز أسبوع نقدر نستفيد منه، نقدر نقدم فعلا توبة لربنا، نقدر نقول له يا رب استخدم الكنز اللي معانا لمجد اسمك، نقول له يا رب كده استخدمني واصنعني ما يحسن في عينيك، استخدمني وحركني لمجد اسمك، استخدم الكنز اللي معايا يا رب في حياتك، في كنيستك، في شعبك، كون معانا. ربنا قادر يدينا كل حياة مباركة له مجد الدائم في كنيسته من الآن والأبد آمين.
نشكر جولسابونا وكاريوس على هذا الوعظة الجميلة البسيطة في خلال دقائق صغيرة قليلة جدا. استفدنا جدا، وعظة جميلة، ونشكره. وبركم صوم طيب، ربنا يدوم كرامتك علينا.